السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 19 يناير 2020 والساعة حوالي العاشرة وعشر دقائق بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر أزل في اللون إخواني ابتداء اعذروني على هذا التأخير وعلى حتى هذا بالنسبة لليوتيوب راني نظهر فيه تقريبا بجزء لأن المكان اللي راني موجود فيه الغرفة يعني موجود فيها ما هيش مناسبة لترتيب حديثين واحد على الفيسبوك وواحد على اليوتيوب لكن مع ذلك هني نجتهد معكم حتى وانا بعيد طبعا هذا اللقاء يأتيكم من برلين هذه المرة حيث أتواجد اللي أحضر مع إخواني وأخواتي اللي رهم حضروا يبدو أن على ما يبدو أنهم مئات الآن اللي وصلوا على أبواب يصلوا وهذا أكثر مما كنا نتوقع في واقع الأمر ومرحبا بالأحرار في كل مكان مرحبا بالأحرار ليبذلوا يبذلوا الجهد ويبذلوا المال ويبذلوا الوقت ويبذلوا النفس ويبذلوا من أجل أن يروا الجزائر يوما ما بإذن الله دولة محترمة دولة عزيزة دولة قوية وشعب كريم وشعب سعيد في وطنه هيا الله الأحرار في كل مكان قبل أن أتحدث لأني سأخصص جزء ربما أساسي لهذا الموضوع موضوع لماذا نحن هنا ولماذا جاءوا الجزائريين من عدة مدن أوروبية إلى هذه البلاد في هذا الجو البارد يناير في قلب الشتاء في برلين وأن كان الأجواء عموما صراحة يبدو انه معقول الجو الطبيعي يعني اليوم على الاقل سأخصص الجزء الرئيسي للحديث عن هذا الموضوع لكن قبل ذلك خلينا نمر على موضوعين أو ثلاثة من قضايا مهمة تهم الحراك وتهم البلاد وتهم الأحرار في البلاد فمن بين الأمور كان اليوم اجتماع مبادرة رائعة نظمتها أهالي, المخطو... أهالي السجناء التسعينات وأهالي المخطوفين وحزب جبهة القوى الاشتراكية وفي مقر القوى الاشتراكية التأم لقاء للحديث عن سجناء التسعينات وهذا موضوع مؤلم جدا جدا للناس ليعرفوا تفاصيله ولاهالي الناس اللي راهم مظلومين تخيل ان هناك من من 92 من 93 من 94 من 95 راهم مسجونين وكاين البعض لم يكن له اي دخل في الموضوع كاين اللي اتهم باطلا وكاين اللي كتب في الحيط وكاين لانه كان عضو آنذاك في الفيس وكاين اللي اصلا ما كانش عضو في الفيس وانما ظنوا انه كان من الفيس مآسي حقيقيه مآسي حقيقيه كثيرين من تخيلوا انه في اللي دخلوه خمسة 35 سنه الان راهم تجاوزوا الستين يعني قضى تقريبا كل نصف العمر قضاه في السجن في شباب اللي دخلوا مالين 20 الان راهم 45 46 44 طبعا فيهم كثير اللي توفوا وفيهم كثير اللي اصيبوا بامراض عقليه الامراض النفسيه حدث ولا حرج الامراض الجسديه في اللي قطعت رجله في اللي ولا ما يسمعش مش فقط نتيجة لوجودهم بين أربع جدران وفي الغالب ظلما وعدوانا ولكن أيضا نتيجة اللي انتم الناس راهي برجليها وبيديها وبعينيها تدخل للسبيطار لبس عليها تخرج مريضة منه وكاين اللي يخرج حتى ميت فبالك أن تكون في السجن ما تدخلش ماشي سبيطار ماشي مستشفى في الجزائر يعني فهذه مؤلمة جدا ولذلك صراحة حي الله الذين قاموا بهذه المبادرة الرائعة ونتمنى أن تتكرر وتستمر وأن يكون هناك ضغط شعبي حقيقي لأن هؤلاء ظلموا ظلما أنا مع فكرة أن تترك القضايا الخاصة إلى ما بعد إسقاط العصابة لكن كان هناك قضايا لا تنتظر هؤلاء بشر هؤلاء بشر ما رهمش ما عندوش سكنة ما راش ما عندوش عمل ما راش كل هذا مؤلم لكن هذا راه مظلوم في السجن راه مقهور في السجن وحتى لو افترضنا قام بشيء أو أصحابكم اللي كانوا رافدين السلاح طلقتوهم يعني بالعكس كبيرهم يقول لك روح يدافع على الجنرالات في لاهاي إذا لزم الأمر والأمراء اللي كانوا أمراء وكانوا ما عارف كيفاش البعض منهم آه البعض منهم اللي خرجوا من بعد آه ناس آه سيئين جدا رغم آه رهم لبس عليهم كان حتى اللي ولوا بزنسمان مان بينما البسطاء والفقراء مساكين واللي ما عندهمش شكون يدافع عليهم ما رماوهم يرشاو في السجون بدون بظلم عظيم ذلك دو إخواني كل من يستطيع أن يتعاطف يتعاون يساعد في هذه القضية فليفعل وليضغط على العصابة دائما تذكروا إنهم يخافون لا يستحون هذه العصابة اللي تحكم في البلاد تخاف ما تحشمش دائما تذكروا ذلك كان فيه ايضا اليوم او مش اليوم في الحقيقه امس اعتقال بالعشرات يعني حكم تبون هذا راح يخرج عجبية في الوقت اللي يتكلم فيه على اساس يروح الطالب البراهيمي في داره يتلاقى يتلاقى حمروش يتلاقى بن بيتور يتلقى من عارف شكون آه ويزعم انه ماضي في آه باش يحل وباش يجد حل وباش يبعث الحنوشة ولا الحنوشة بعثوا رواحهم ذلك قلنا قلنا إلا أن ترك رئيس العصابة ترك ممثل ترك الواجهة المدنية أنت العصابة حطوك رئيس تاعهم وقالوا رئيس دولة أم أنهم في الحقيقة حطوك وراهم يجيبوا بك الوقت لأن هذا هو المنطق عشرات الاعتقالات وعنف عنف كبير وقع في مسجد الرحمة غلقوا المسجد خنقوا الناس هناك تقريبا الناس صلات في حالة فزع وخوف الكثير اللي اعتقلوا كثير اللي عنفوا مراه وراجل كبار حتى شفنا في الفيديو يعني ناس كبار تم تعنيفهم واعتقالهم بشكل تعرنبوات وشيء كاننا نعود الى الوراء كان نعود الى ال... اللحظات اللي أصيب فيها المقبور قايد صالح بالجنون في في جوان وخاصة في شهر جوان وبدأت الاعتقالات هذا أمس كان كان خاص خاصة في العاصمة تعنيف ضرب اعتقالات وهم راحين دين غدا 15 واحد من الأحرار واعتقد أنا معهم أيضا إحدى حرائر البلاد ما يسمى بمحاكمة محاكمة في سيدي محمد إخواني غدا كل من يستطيع كل من يستطيع حتى من لا يستطيع يترك عمله يترك شغله ويروح المحكمة سيدي محمد وغلقوا عليهم المحكمة كلها من كل جوانب واصرخوا في وجوه هؤلاء القضاة المرتزقة يا قضاة التليفون توقفوا على توقفوا على هذا البؤس اللي راكم تقوموا به توقفوا على ما تقومون به قال لك روحوا حكموا مش تحكموا فيهم خارجين في مظاهرة وفي احتجاج والناس راهي تخرج ثم يعتقلوهم بعنف وبضرب وب... وراهم الآن في 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 السيلونات ويقول لك يحاكموهم وكانوا راح يحاكموا شكيب خليل ولا رح يحاكموا ويحيى ولا رح يحاكموا سعيد ولا منش عارف شكون راح يحاكموا ولا الجنرالات ولا ولاد القايد صالح مثلا اللي راهم نهبين البلاد وأصحابهم واللي معاهم مثلا يا أخي هؤلاء أحرار وأشراف والناس راهي راهي تقولها لكم في وجوهكم بأنكم أنتم عصابة يعني خلينا نسمعوكم وش قالوا أمس عجبتني هذه كثير هذه مليح يتبنوها إخواننا في كل مكان صراحة هذا الـ هذا هذا واحد من الأناشيد الرائعة اللي يجب أن تعم في الجزائر

رائعة هذه رائعة نصف العصابة راهو في السجون والنصف الباقي راه مع تبون والصحافة تقسم في الحراك والقاضي خاين بالتليفون رائعة حقيقة هذه جيد لو كل إخواننا وتكون واحد من الأناشيد الضاربة لأنها تمس ثلاث قضايا كبرى تمس الحكم وخداعه ومكره وتلاعباته بحيث انه وهو صراع عصابات عصابه سجنه عصابه ليس اكثر في الوقت الراهن وممكن في اي وقت وشفناه في مصر من قبل فيمس التلاعب نتاع نتاع العصابه الحاكمه اللي راهي الان والنص والجزء الاخر يمس صحافه الصحافه القذره الصحافه المجرمه الخائنه المرتزقه اغلبيه الصحفيين اغلبيه ملاك القنوات ملاك الجرائد ملاك المواقع ملاك وبعض الصحفيين ربما مش اغلبيه لكن الاغلبيه ساكته على الاقل اما البعض منهم فخدمتهم الان هو كيف يفككون الحراك وهذه اللي تسمى صحافه تلعب في دور الشيطان في الموضوع وتحاول تقسيم الحراك ونشر الاكاذيب ونشر الخداع في قنواتهم ومحللوهم وكل مره يجيبوننا كلام ويجيب لك واحد يقول لك اه هذاك الكاتب راهو الحراك راح يفشل الحراك راح يفشل شفتوا الجمعه امس الحراك يزداد قوه وسيزداد شراسه واذا لزم الامر سيزداد تضييق عليكم وربما في لحظه معينه يتجه الناس الى غلق كل شيء. إلى محاصرة الوزارات ومحاصرة الولايات ومحاصرة المراكز ومحاصرة خاصة القنوات خاصة محاصرة القنوات وجريدة الشرور وجريدة العار وجريدة البلاء وقناة البلاء كما سماها واحد عن حق قال لي راك دائما تقول قناة العار وقناة الشرور والأخرى هذه تسميها تقول البلاد قال لي هذه البلاء وصدق قناة بلاء خداع سم سم في الحسن وما شابه وما شابه مش هادو برك وبر تي في و تاع المرتزقه و... وغيرهم يعني والاخر ثاني هذاك من عارف اللي نسمي روحو حنش ولا كيفاش نسمي روحو ايضا ديرس دايرت له قناه و... ويجوا يكذبوا وينشروا في الاشاعات وينشروا والحراك وبدا يفشل تلك امانيكم الحراك يفشل الحراك لن يفشل حتى يطيح بالعصابة مش سيفشل في لحظة معينة الحراك يقرر أنه أطاح بالعصابة وأن الدولة المدنية على أبواب أن تقوم ف ينسحب قليلا لينظر لكنه لن يختفي أبدا الحراك هذا الثورة هذه هي الضمان بعد الله سبحانه وتعالى هي الضمان الحقيقي لكي لا تنتهي الجزائر لكي لا تتكسر الجزائر لكي لا تعود العصابه ابشع مما كانت هذا هو الحراك ولذلك سيبقى سيبقى غصه في حناجركم وفي رقابكم وفي صدوركم سيبقى دائما هذا الحراك ثابتا باذن الله حتى يطيح بكل مفسد في هذه الارض الطيبه ارض الشهداء ارض التضحيات ارض الرجال الاحرار والنساء الحرائر فهذا النشيد من فضلكم اخواني نشروه على نطاق واسع وحي الله الاحرار لا اعرف من هم ربما اخواننا تاع الحراش ربما لست متاكد يوم الاثنين ايضا فيه محاكمات اخونا وهذا هنا مسؤوليه تقع على اخواننا خاصه اخواننا في مستغانم وما جاوره ابراهيم دواجي راه واحد من احرار البلاد ومن المقاومين الحقيقيين ومن الثابتين والراسخين والمركز والراك يعني كان قادر يمشي معهم وانتهى الموضوع لكنه ثابت راهو في السجن وكان كانوا اعتقلوه يوم يومها مع ابنه وبقاو حوالي ست ساعات او ثمان ساعات مع ابنه مولا ثلاث سنوات حينما كان يتظاهر ضد وزراء العصابه تاع بدوي قبل حوالي أربعة اشهر اخواني في مستغانم يقع عليكم التزام معنوي واخلاقي انتم وكل المدن والقرى المجاورة بمستغانم أن تكون يوم الاثنين بالالاف هناك أيضا لتسمعوا أصواتكم لقضاة التليفون. وللحنوشة اللي وراهم. قبل أن أمضي إلى موضوع برلين وموضوع هذا الحراك الجزائري هنا الآن في برلين وكم هو صراحة نشعر بالفخر بهؤلاء القادمين يعني كاين الناس اللي راهم جايين من ألفين كيلومتر كاين اللي من ألف وخمسمية ألف وميتين ألف ألف وثلاثمية خمسمية يعني ناس ما شاء الله هذه هذه الجزائر عندما عندما يصعد الفخر ويصعد العزيمة عند الجزائريين ممكن يروحوا بعيد يعني وان شاء الله مازال بركة عندي كلام راح نقوله بعد لكن قبل ان نقول ذلك بعض الاخوان بعض بعض الافاضل راهم يقولوا لي حتى بعضهم يتصل بي يقولوا راهم يشجعوا فيهم على انشاء الاحزاب والحقيقه ما همش مش مش برك في الافاضل اللي راهم يشجعوا فيهم راهم يشجعوا حتى في الحنوشه نتاعهم كاين حنوشه قدم حنوشه السابقين توحهم راهم الان يا اما يتزعمون مباشره في العلن او دار واحد منهم هكذا حزب في العلن حنش من الحنوشه الكبار كان يقدس في توفيق طاح توفيق ولا يسب فيه كان يقدس بوتفليقه طاح بوتفليقه ولا يسب فيه يقدس في القايد صالح درك مانيش عارف درك يشوف الجو وراه ويولي يلعن في القايد صالح ما عندهمش ذره شرف ذره كرامه ما عندهمش رغم ربما تعرفوا هذا واحد من الحنوش يسمي يسمي, يسمي رحو عقيد هاو دار حزب مباشر لكن الحقيقة اللي, اللي ما يبانوش منهم عقدة سابقين راهم في الخلف عقدة سابقين راهم في الخلف وأحيانا أحيانا من برتبة مقدم وأحيانا برتبة رائد لكن الكثرة عقدة سابقين من الخلف راهم أعطيت لهم مهمة إنشاء الأحزاب الجديدة لاستبدال الطبقة كما 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 غيروا بوتفليقة وجماعته ويحيى وسلالي إلى آخره الان يحبوا يغيروا الاحزاب اللي خلاص الناس ملت منهم هم عارفين درك الاحزاب اللي في الجزائر الناس كرهت منهم كراهيه شديده ربما تجد واحدنا انسان مليح ولا في الحزب ولا ممكن لكن كاحزاب ك ككلمة حزب في الجزائر أصبحت تعني, تعني 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 أي شيء أي شيء بائس أي شيء سيء أي شيء نتاع ارتزاق نتاع تلون نتاع هف نتاع كذب موش معنى الحزب الحقيقي اللي هو الرفعة بالسياسة تنافس الجيد وخدمة البلاد لا لا الناس شافت بلي هذه الأحزاب في الحقيقة ظهرت على أساس أنها كانت شكون ينهب أكثر وشكون يتقاسم معهم إذا واش راهي تدير دولة الحنوشة راهي راهي توجد في أحزاب جديدة أحزاب جديدة ظاهرها فيه الرحمة ظاهرها وجوه جديدة ظاهرها أشخاص جدد باطنها هو مش العذاب باطنها هو الخراب باطنها سيكون هو الخراب لأنها من بعد هما يلتير لي في كما يقال يحركوا الأمور حط هذا هنا جيب هذا هنا جيب لنا جديدة حطونا وجه جديدة باش يديروا مرة أخرى ان فو تغيير مزيف مزور يبدل لك لا فاساد كيما هذاك كيما هذاك التاجر الفاجر اللي تعد عنده السلعة قدمت وفسدت ودخلها كل الكوارث فوش يدير بدل ما ينح السلعة ويجيب سلعة جديدة لا لا السلعة هذيك يبدلها الباكاجينج التغليف بدلها الغلاف بدلها الغلاف يشبه مليح يحطها يجيب واحد يسقم له الفيترينة إلى آخره وتظهر وكان هذا وش راهم يجتهدوا هذه الأيام والو موش حابين يخرجوا ويفهموا باللي الشعب فاقلهم خلاص، الناس فهمت هذا الجيل هذا ماهوش جيل الستينات والسبعينات والثمانينات. هل ذلك الجيل سيء؟ لا. لكن ذلك الجيل لم يكن مفتوح أمام العالم. ومع ذلك حتى في ذلك الجيل كانوا كثير من الاحرار. لكن في هذا الاغلبيه الان الناس تعرف. تعرف ما يجري. اللهم الا بعض المستغفلين او بعض المسترزقين. فقط. الناس تعرف أصبح العالم ك الكون قرية واحدة هاو هاني هاو بتليفون هاني ننتقل معاكم نقدر نكون اليوم في برلين وغدوة نكون في جنوب إفريقيا وبعد غدوة نكون في أستراليا وأتحدث إلى مباشرة الجزائريين اللي راهم ممنوعين من القنوات القنوات الحقيقية والإعلام الحقيقي والصحافة الحقيقية وإلا شخصيا أنا لو كان كاين كون كاين اعلام حر واعلام حقيقي لماذا نجي أنا كل ليله ونتحدث وكل مره نتكلم لا ممكن ممكن نجي مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع لكن انا مضطرين ليتمت عليه الكلمه ان تصل كلمه الحق كما نعتقدها ونظنها الى الناس لانهم حاولوا حاصروا الجزائر في هذا العالم عالم القريه الواحده هم يريدون محاصره الجزائر وتبقى الجزائر هكذا خارج الاطار اذا قلت راهم يحضروا فانا ننصح اخواني الافاضل الاحرار رجالا ونساء لا تدخلوا في لعبتهم لا احزاب ولا انتخابات ولا دستور ولا حوار كل كذب كل سراب كل خداع كل خداع كل ما هنالك راهم في حاله صعبه راهم في وضع صعب كل ما هنالك مدام راه يخرج الشعب راهم مرعوبين خايفين ما على بالهمش كيفاش تخلص فراهم يقوموا بمناورات متعدده ومراوغات شيطانيه باش يكسروا الحركه واحد عطيله حزب واحد عطيله جمعيه واحد طمعوا بوست واحد بالك عرض عليك يروح مكان للخارج بالك اللي راه الجيري بالك وهكذا واحد اعطي له فيلا اعطي له ابارتمون واحد اعطي له منصب عمل ما كانش يحلم به المهم اذا يقدروا يشروا 2000 3000 4000 من اللي يشوفوهم ربما متحركين ورئيسيين في الحراك يقول لك بلاك كسر الحراك هو في الحقيقه باذن الله هذا الحراك لو نختفي نحن جميعا سيستمر باذن الله سيستمر لانه خلاص اصبح نبته، اصبح شيء في القلب. اصبح جزء من الحياه. واصبح الجزائريين عارفين بشكل واضح انه بدون تحرر الجزائر وبدون قيام دوله مدنيه وبدون دوله العدل والحق والقانون وبدون عوده العسكر الى الثكنات فان الجزائر في خطر حقيقي، خطر وجودي لا قدر الله ينتهي بها الامر الى الانكسار والتحطم. والذهاب هباء منثورا لا قدر الله ولذلك القضية وجودية عند الناس على قول أديب الإنجليز الشهير السؤال هو نكون أو لا نكون ما في شيء آخر to be or not to be that's the question ما في شيء آخر إما أن نكون بإذن الله وتقوم لنا قائمة وننهض واجد ابنائنا اعمال ومناصب ونتوسعوا في 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 ارضنا وهي ارض الخيرات وارض ال... واما ان ننتهي صدقوني كلما استمع او نجي في على موضوع او نتحدث مع شخص او من الجنوب يقول لي عندنا مشكله السكن في الشمال ما لازمش تكون مشكله السكن فكيف في الجنوب تخيلوا يا اخوان يا اخوان الصحراء الجزائرية يسكنها حدود أربعة مليون شخص إذا ما نش عارف زدنا لها أطراف تولي خمسة مليون الصحراء الجزائرية هي اثنين مليون كيلومتر مربع كيفاش ناس في بشار أو في أدرار أو في تمرست أو في عين صالح أو في ورقلة أو في المنيعة أو في غرداية أو أو في الأغوار ما عندوش سكنة كيفاش الناس تسكن في شقق في الصحراء كيفاه الارض بلا امتداد بلا حدود 4 مليون كيلو 2 مليون كيلومتر على 4 مليون تعرفوا كم تصح لكل واحد معناها معناها الكثافه السكانيه كما تعرف في حساب الديموغرافيا والجغرافيا الكثافه السكانيه 2 في الكيلومتر مربع الناس تعرف ما هو الكيلومتر المربع خلينا نذكر به تعرفوا ما هو الكيلومتر المربع هو 1000 متر في 1000 متر معناها كم؟ معناها مليون متر مربع معناها الصحراء ومعناها الناس سكان الجنوب كل اثنين عندهم لو كانوا نقسموا بهم خلينا نتكلموا بشكل عام نقسموا الصحراء عليهم كل واحد صح له خمسمائة الف متر مربع طيب يجي واحد يقول لك اه طيب كاين الرمال وكاين الجبال وكاين الوديان وك... طيب تعرف كم نحو منها؟ تعرفوا كم نحوم من خمسمائة الف؟ نحو وتسعين ألف ألف متر مربع ما تصلحش تبقى ألف متر مربع ألف متر مربع نزيدوا نقسموها نقولوا نص يروح للخدمات العامة ونص يديها الإنسان معناها أسرة فيها ستة أشخاص يستطيعون تكون عندهم 3000 متر مربع بسهولة لو كان كينا عقول يعني انتظرك في أمريكا لما تجد الناس في أمريكا يقول لك في كاليفورنيا وفي كان اللي عنده مرونشات فيه في 50 هكتار 100 هكتار 200 هكتار 500 هكتار 1000 هكتار ني طيب يقول لك صح مساحه امريكا اكبر مساحه امريكا اكبر من الجزائر اربع مرات ومساحه الج... والسكان امريكا اكبر من الجزائر كم ثمان مرات ونص ثماني مرات ونص معناها كون نحسبوها ماديا هي معناها ان الدوبل نتاعنا مساحتنا اقل منهم اربع مرات وهم وحنا وهم اكثر من ثمان مرات يقول لك امريكا مش صحاري لا امريكا اكثر من نصفها صحاري الا مش ثلاث اربع نتاعها صحاري وروحوا شوفوا الناس كاليفورنيا ولا دالاس ولا تكساس ولا سمعوا بهم ممكن الناس مرت على الافلام ومرت على صحاري وصحرائنا افضل منهم صحراءنا فيها مياه جوفيه واحده من اكبر مصادر المياه الجوفيه في العالم موجوده الان في الجزائر ربما الثالثه او الرابعه في العالم مؤكده مصادر مؤكده حتى الدراسات تقول لو لو ما تنزلش قطره مطر ونستهلكوا الماء هذا الجوفي نقعدوا نستهلكوا فيه بالاستهلاك الحالي 6000 سنه وما ينتهيش 6600 سنه بالاستهلاك الحالي معنى عندك الانسان اكثر راه معطل بطال ما كاش خدمة معطلينه وعندك الارض وعندك الماء وش بقى العقل فقط تسير فقط المانجمنت فقط وكي يعجز الحاكم على هو المانجمنت ولا يقدر يجيب شركات اجنبية هي اللي تدير تسير؟ لو افترضنا ان الجزائريين عاجزين والجزائريين مش عاجزين في الحقيقه هم الجزائريين اثبتوا هم كاين جزائريين راكم شفتوهم اخرها خونا مليكشي اللي هو احد العلماء البارزين في النازا يعني نازا راحت للقمر وراحت للمريخ وراحت ال... راح الكواكب مش في الارض اصلا وغير 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 ونقدر نجدو عشرات مئات الاسماء الاسماء تاع العلماء الكبار أما أما العلماء والدكاترة والبروفيسورات هذا بالآلاف الجزائريين شكون اللي معطلهم؟ دولة الحنوشة شكون اللي معطل البلاد؟ دولة صاحبي صاحبك الخداع الكذب النفاق الرداء الفشل كلما كنت رديئا، كلما كنت فاشلا كلما كنت قبيحا في سلوكك في تصرفاتك في أخلاقك يعطوك مناصب أعلى. خاصة ملي جاب بوتفليقة ما خلاش فيها جاب الأبشع فالأبشع كان كان يتنافسوا شكون هو الأبشع باش يجيبوه ويحطوه في المناصب سلال رئيس وزراء ويحيى رئيس وزراء وقوائم طويلة من هؤلاء بن فليس رئيس وزراء إذن كتسمع تسمع عندنا في الجزائر الناس بشار مثلا فيها 160 الف او 161 الف كيلومتر مربع عدد السكان 300 الف الولايه كلها او وعشرين الف كل اسبوعين ثلاثه كاين مظاهرات على السكن واحيانا كانت توصل مرات وين يسرى يسرى عنف حقيقي الناس ملت الصحراء يا الصحراء وهما يا ساكنين في في بايت سردين تاع ديزابارتمون تلقى سبعة ثمانية في ثلاث غرف هذا ومرات في عشرة اثناعش في ثلاث غرف أو خمسة ستة في غرفتين واش هذا كون قسموا الأرض تاع بشار كل بشاري كيما قلنا يدي خمسمائة ألف متر مربع أعطوا منها مش خمسمائة ألف ولا ولا ربعمية ألف ولا ربعمية وخمسين ألف أعطوا فقط ألف متر مربع خمسمائة متر مربع كره الناس دائره فلاحه ودائره حيوانات ودائره اراضي ودائره الحقل ها شوفوا الواد مش حاجه كبيره يعني مع الناس كان الواد يعانون كثير لكن وفي القرارة وفي المنيعه الزراعه الصحراويه الان واحده من افضل نوعيات الزراعه هي الزراعه الصحراويه بكل الم عطلوا البلاد سبعه وخمسين ثمانيه وخمسين سنه الان ومازال حابين يعطلوه، باه راح جايب لي تبون وجايب لي موسى الحاج حاج موسى. احنا في موسى الحاج حاج موسى روحوا شوفوا كل هذو اللي جابوهم كل المسؤولين تلقاهم كانوا من قبل عندهم مناصب، اللهم على استثناءات قليلة وقليلة جدا. تبون هذا منين جاي؟ عنده 52 سنة في الإدارة. 51 سنة متخرج في 68. أو 52 سنة كيفاش رايح الآن عمره فايت ال 75 ولا 75 سنة وين كيفاش رايح كيفاش راح يغير وكيفاش راح يبدل وكيفاش لازم له معجزة معجزة بل في عقله باش يقدر يفهم العالم كيفاش راه داير عايشين في عالم آخر وبالمناسبة يعني هو طردوه من رئيس وزراء طردوا السعيد شر طرده بإهانة كبيرة وكي خرج قاعد يشكر فيه وقال انا الرئيس انا متاكد ان الرئيس اختيار ويحيى اختيار صحيح او يحيى في الحبس ترك دخلهم صاحبك اللي جابك ومن بعد قاعد في كلوب ديبا واش كنت تدير في كلوب ديبا خلاص ياك المفروض خرجت ياك المفروض خرجت ماكش رئيس وزراء لا صاحبهم بطبيعه الحال ينتظر في لا ريزيرف كما ريزيرفيست كيما في الفوتبول وعلى ذكر هذا هذا التبون إخواني في الحقيقة ما نقوم به إحنا الآن هو اليوم غدا في برلين هو رمزي ولكنه بالغ الأثر وبالغ الأهمية. أولاً لأن هذه أول زيارة له خارج البلاد. ثانياً لأنه موجه على موضوع ليبيا. باختصار بسيط هو جاي على موضوع ليبيا. موضوع ليبيا يقررها الكبار إما الكبار وإما الألمان الكبار اللي عندهم قوة عسكرية طبعا الألمان من الكبار صحيح ما عندهاش قوة عسكرية كبيرة لكن عندها في حدود معينة لكن الأهم من ذلك ألمانيا هي رابع اقتصاد في العالم وأول اقتصاد في أوروبا إذا المجين نتاعو هو وتاع السيسي ونتاع السيسي على جابوه لان عنده عسكر مصر هناك الامارات على جابو عندهم عسكرهم هناك صحيح مجرمين وصحيح يهدموا في ليبيا لكن عندهم عسكرهم هناك أنت على جابوك في الحقيقه جابوك باش يقولوا لك شوف هنا نخرجوك هنا نعطوك شويه شرعيه هكذا في الخارج بصح احذر لازم تتبع التعليمات مليح الدول هذه ما عندهاش عواطف ما عندهاش صاحبي وصاحبك و... ونحبك ولا ما نحبكش و... عندها مصالح مشروع وغير مشروع ما كاش ع... ما علاقات خاصه وعواطف و... والجزائر تاع بلاد الشهداء هذيك بلاد الشهداء احنا خدش احنا نحب الشهداء الشعب يحب الشهداء نتكلموا على الشهداء ونتكلموا العاطفه هما بالنسبه لينا الكونساب والجزائر هذه قطعوا 100 مره قطعوا 100 مره اذا القوى الغربيه جابته باش يقولوا له حنا نجيبوك نعطوك الدعم الخارجي وانت تهلا في زوج حاجات الحاجه الاولى ليبيا تمشي كما نقول لك ماهوش كما مصالح بلادك لا لا كما نقول لك حنا والحاجه الثانيه في الجزائر لازم تبقى المصالح نتاعنا محفوظه كما كانت ولا افضل هذه المره راه ما كانش جمعيات خيريه في في الدول دول حكومات مش جمعيات خيرية، آه في البلدان تلقى جمعيات خيرية نعم، أوروبا مليئة بالجمعيات الخيرية واللي بالفعل تقدم الخير، الجمعيات، حقوقيين، جمعيات خيرية، ناس خيرين، يحبوا الإنسانية كاينين. لكن الحكومات كل حكومات يسارية، يمينية، ليبرالية، شيوعية، عندها مصالح الدولة، والدافع على مصالح الدولة. والحكومه اللي ما تدافعش على مصالح الدوله كاين ما يسمى بالاستابليشمنت من الخلف مؤسسه اللي هي اكبر من الحكومه واللي هي تقدر تضغط عليها والمؤسسه هذه تتشكل خاصه من الشركات الكبرى من اللوبيات الكبرى بعض الكبار المراكز الاعلاميه الى اخره واخرين عموما حنا جايين هنا باش نقول لهم عار عليكم الاستقواء بالخارج وباش نقولوا للخارج هذا عار عليك ولا نقبل منك مش فقط عار عليك لا نقبل منك تتدخل في بلادنا لا نريد لأي طرف خارجي أن يتدخل في بلادنا لو كان تشوفوهم يقتلوننا فردا فردا ما تدخلوش في بلادنا أنا شخصيا لما شفت القذافي كان يقتل في شعبه رأيت أنه مليح أن الناس تتدخل وتحميهم لكن الان بعد التجربه نقول احنا لو كان يقطعونا فردا فردا ما تدخلوش في بلادنا اذا رسالتين في الحقيقه غدا سنرسلهم رساله الى دوله الحنوشه بالواجهه نتاعها تبون اللي جاي وسيسمع اصوات الجزائريين تتعالى باذن الله عار عليكم الاستقواء بالخارج انت لا تمثلنا انت لست رئيس جزائريين أنت ممثل مدني للعصابة التي جاءت بك أنت خديم عند الجنرالات حتى يثبت العكس ويثبت العكس حين نرى أفعال مش أقوال وكلام وغير للدستور ونقعد في تغيير الدستور كل ما يجي واحد يقعد يتلاعب بالدستور إذا في اتجاه العصابة نتاعنا وفي اتجاه القوى الخارجية بالمناسبة قال لك مؤتمر برلين هذا مؤتمر برلين، وربما الناس اللي دارسين تاريخ يعرفوا الموضوع هذا أو اللي مطلعين اطلاع سياسي، عندما يذكر مؤتمر برلين يذكر واحد المؤتمر تم قبل بالضبط 136 سنة، 135 136، 1884 1885، بدا في 1884. وخلاص في 1885 هذا المؤتمر مؤتمر برلين يعني نتكلموا القرن التاسع عشر وش كان مؤتمر برلين هذا ويسمى أيضا مؤتمر الكونغو وش كان هذا مؤتمر برلين كان لقاء القوى الأوروبية الكبرى سواء اللي كانت إمبراطورية كما بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أو اللي كانت بدات تولي إمبراطورية مثل الألمان أنا ذاك صانع الإمبراطورية في زمن بسمارك ااا آه تلاقاو واش يديرو؟ باش يقسموا افريقيا هكذا يقسموا افريقيا يدوها مستعمرات اللي اللي فرنسا داتها مثلا وجزيت تدي كانت اصلا دات الجزائر مثلا كانت دات تونس مثلا ومن بعدها دات المغرب جم بعد شويه فرنسا مثلا لكن دات امور اخرى كثيرة بعد في افريقيا ما تحت الصحراء وافريقيا الافريكوسترال وافريقيا الوسطى و بريطانيا دات الأغلبية على أفريقيا أسترالي وأفريقيا الجنوبية إسبانيا إيطاليا ألمانيا البرتغال كل تقريبا القوى الأوروبية جات تلاقاو وكل اللي راهم يتعشاو انت تدي الكونغو لا انت انت نعطوك الاخر هذاك افريقيا الوسطى لا انت نعطوك الحبشه انت نعطوك ليبيا انت نعطوك السنغال الاخر نعطوه نيجيريا ما كانش شرط بهذه الاسماء الجديده كانت عندهم اسماءات اخرى هذه البلدان الافريقيه فهذا مؤتمر برلين لما سمعته طبعا اي واحد يعرف شويه في التاريخ يفكروا في هذا هما الان هذه المره بالنسبه لليبيا اه صحيح الان طبعا مش راح نقولوا نقسموا ليبيا ولا ما نقسموهاش طبيعه الحال الان خطاب واحد اخر لكن في النهايه في النهايه تتجي تتساءل تقول مثلا وش دخل روسيا في ليبيا مثلا وش دخل ايطاليا في ليبيا مثلا فرنسا ممكن واحد يجي يقول لك على الامارات ومصر والسعوديه وتركيا يقول لك اه والله مسلمين اي ممكن احبس آه هنا معليش حتى هذه كلمه مسلمين بعد نشوفوها بصح القوه الغربيه اللي هي قوه استعماريه معروفه يعني وش دخلكم في ليبيا لا لا دخلهم الان هما اللي راح يقرروا مصير ليبيا استخدام حفتر اللي صورة بعض بعد الميليشيات الروسية التشادية السودانية الإماراتيين والجايبين من الميليشيات من كل مكان العسكر مصر وروح قتل الليبيين وحاصر العاصمة إلى آخره وحتى الحكومة هذه الشرعية اللي هي حكومة السراج اللي ما اعترف بها العالم المفروض ولا شيء بالعكس فرنسا تقاتل مع حفتر عادي ولا تسمع مع انه في قرارات في مجلس الامن بمنع بمنع السلاح على ليبيا للطرفين في قرار وتحت البند السابع اللي هو بند خطير يعني فيما يسمى مجلس الامن او ميثاق الامم المتحده كما يسمونه لكن لا سلاح راهي 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 يطيح بكل حدود خاصه على حفتر اللي راه الان محاصر وراكم تشوفوا واش راه داير في طرابلس والقتل راه راه داير حاله يعني اليوم كان قصف وكان في الحقيقه هذه القوى الكبرى ما زال تنظر لنا نظره استعماريه ولكن بطرق جديده ولا عندهم حاجه يسموها كان عبر عليها بقوه كان عبر عليها بقوه انذاك ذاك آه كان عبر عليها اوباما يسموها leading فروم behind القيادة من الخلف قيادة من الخلف القيادة من الخلف هذه مش جديدة لكن هو فقط قدمها بشكل جديد قبل سنوات حاول ننظر له وهي أنه من الأحسن بدل ما نحن ندخل في هذه الدول ويموت أولادنا ويموتوا العسكر نتاعنا وتنزل الطائرات والدبابات نتاعنا وشوفوا واش في افغانستان واش في العراق شوفوا واش في كل هذه الاماكن خلونا نصنع حكومات تابعه علينا انظمه تابعه علينا وهي تقوم بالدور يعني انت الان نظام الجزائري هو في الحقيقه نظام وظيفي دوله وظيفيه مش دوله حنوشه برك دوله عندها وظيفه في العالم من هذا العالم اللي راه يريد ان يتقاسم ما يستطيع ان يتقاسمه من عند الضعفاء وهي وش هذا الدور تاعها ان تبقى الجزائر ضعيفه ويبقى الشعب الجزائري مفقر معطل زيد عليه الضرائب 13 ضريبه منذ 2020 هذا العام هاي مرت 20 يوم هاو كل يوم الناس يتفاجؤوا بضريبه جديده كل يوم وعلى الشركات الخارجيه نحاولهم الضرائب الا قليلا نقصوا لهم هذا قانون المالية 2020 الشعب زيد عليه الضرائب الشركات الكبرى والشركات اللي راهي تنهب و... واللي مش مشاركه معاهم نحلها الضرائب عندهاش أو عندها حاجة بسيطة إذا يخلي لك مجموعات فاسدة مجموعات مرتشية مجموعات رديئة فاشلة سلال رئيس وزراء رئيس وزراء بوتفليقة رئيس دولة رئيس دولة عشرين سنة حتى كي تحنط ست سنين هو رئيس دوله آه، هذه هي هذا هو المشكله الكبرى اللي أعيش فيها فللاسف العقليه الاوروبيه عموما وانا نقولها من عاصمه اوروبيه وقلت لهم في قنواتهم بالمناسبه يعني قبل سنوات قلت هنا في برلين مع احد كبار نواب الالمان راه موجود الفيديو يعني اللي اراد ان يستمع له وقلت له قلت لهم لك من هنا من برلين ان بعض الدول الغربيه تساعد وتريد أن يظل تحكمنا العصابات تحكمنا الديكتاتوريات تحكمنا الأنظمة الفاشلة قلت له ألمانيا تبيع كم تبيع ألمانيا من بترول وغاز فوجئ قال لي إحنا نحن لا نبيع بترول وغاز قلت له طيب أنتم تشترون بترول وغاز صحيح قلت له بدون بترول وغاز لا يمشي شيء في هذا العالم هذه كانت هذا الحديث كان جانبي كي خرجنا يعني قلت له بدون وصحفي اللي دار الحوار كان حاضر هو والمنتجين قلت له بدون بترول وغاز لا ما فيش طاقه ما فيش حركه. قلت له انتم ما عندكمش قطره بترول وغاز وتبيعون انتم رابع اقتصاد في العالم ونحن عندنا البترول والغاز والذهب والصحراء والماء وكل شيء في هذه الارض والمناخ الجميل و ونشتري كل شيء. قلت له هل هناك شيء هل هناك شيء يدعو الى الجنون او يدعو والله شيء طبيعي هذا. طبعا سكت. قلت له انتم ما تبيعونهم من سيارات فقط فقط سيارات يساوي كل دخلنا احنا من البترول والغاز وكل ما نبيع والسيارات انتم تصنعها عقول وتبنيها عقول والسيارة اللي تكلف خدمة يعني اللي يكلف الانتاج المادة تاعها تكلف ألف دولار تبيعوها بعشرين ألف دولار هذه هي الـ هذه هي يعني اليابان الان او المانيا او كوريا الجنوبيه او هذه الدول مثلا تشتري كل طاقه تشتري كل شيء من برا الطاقه المواد الاوليه تشتري من برا وش تبيع تبيع ما يصنعه العقل ما يصنعه الانسان تبيع لا ماتير مجسده في طائرات كمبيوترات سيارات قطارات اخر تكنولوجيا وهكذا هذا التليفونات اللي نكلم فيكم واحد سامسونج واحد واحد ايفون واش كم كم يكلف الايفون هل واحد كاش واحد سال روحه مره كم الماده الاوليه فيه كم تكلف تعرفوا كم تكلف لا تزيد عن 10 دولارات سعره كي خرج الايفون 8 هذا تبع على الاقل ب 600 دولار 60 مره ما وضع فيه من مادة أولية ستين مرة كيف كيف بالنسبة للسامسونج وهذا ينطبق على كل شيء أقل شيء يأخذه هو عشرين ضعف المواد الأولية تكلف ألف دولار يبيع لك السيارة بعشرين ألف تكلف ألف خمسمية دولار يبيع حالك بثلاثين ألف أقل شيء وأحيانا السيارة ما تكلفش حتى خمسمية دولار مواد أولية هذه كلها أمثلة إذا نحن رانا هنا باش نقولوا لممثل الحنوشة ومن وراء الحنوشة عار عليكم عار عليكم الاستقواء بالخارج عار عليكم أخذ الشرعية من الخارج عار عليكم التذلل للقوى الكبرى باش يرضوا عليكم نهار لي تليفونالهم لهم ماكرون في الأول قالهم لهم نوت فقط حبي يوري لهم لاني يعني زعفان شوية باش يضغط عليهم أكثر بعد ما تليفونا لهم بعد يومين ولا ثلاثه قال لك تكلم بحراره شديده وحتى عاود الفرنسيس قالوا ما تكلمش بحراره شديده تكلم بشيء طبيعي يعني طبيعي ولو الفرنسيس عاود يصلحوا لهم بالنسبه للعصابه عندنا فرنسا هي المنتهى هي المبدا والمنتهى كارثه ما عندهمش حتى الرجوله كرجوله برك ما عندهمش خليني قاع من العلم والعقل والشهامه المروءه كما تسمى ما عندهمش ما حد ادنى حد ادنى من قالوا والله انا ما احنا رجال احنا كيفاه وانا كي نقول هنا رجال بالمعنى المروءه مش بمعنى المراه والرجل كلهم عندهم الكرامه احنا جزائريين احنا كيفاش نديروا لا 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 يتذللون وغدوة تشوفوه في الصور الصور راح تكشفوه وخذوا له مليح الصور من كل جوانب راح تفضحوا راح يبان امامهم وكانه في الحقيقه هو لو بتي اللي جاي يسرب لهم الشاي هو داخل نفسه لانه هو مستعمر في الداخل الاستعمار هنا الاستعمار قبل ان يصل الى الارض يدخل الى العقول عندما يدخل الى العقول من بعد يوصل الى كل مكان ولذلك الملك بن نبي رحمه الله احد كبار مفكري هذه البلاد يتكلم على القابليه للاستعمار لا كورنيزابيليتي القابلية للاستعمار اليوم عندنا القابلية للاستعمار وعندنا القابلية للاستحمار وعندنا القابلية للاستغفال وعندنا القابلية للاستغباء وهل مجرم إذا إخواني غدا بإذن الله سواء اللي راهم هنا في برلين وأسعد بلقائهم جميعا وصدقوني أني جاي لبرلين وأنا في ضائقة من كل جانب يعني الامور ضيقه عليا من كل جانب لكن قلت لو كان الروح حبوا لو كان الروح نمرت لو كان الروح حبوا لازم نروح خاصه هذه الزياره الاولى تاع هذا صاحبهم هذا اللي, اللي جابوه وراهم كثير من خاوتي راهم وضعهم انا عارف يعني على الاقل بعضهم عارف انهم جايين وكاين اللي جاي بظروف عصيبه يعني لان مرات اخواننا يحسبوا برات في اوروبا ربما رأي الامور هانيه حتى في أوروبا الأمور متعبة يعني، الإنسان يكون جاد ويشتغل ويخدم ويسعى وينشط والأمور صعيبة يعني مش سهلة يعني. عموما، آه باش باش نطول عليكم أكثر، راني نشوف بلي وصلت خمسين دقيقة. إذا نحن رانا جايين برسالتين، رسالة للقوى الخارجية، صغيرها وكبيرها، شرقها وغربها، رأس مالها وشيوعيها. لا تتدخلوا في وطننا من فضلكم. لن نقبل اي تدخل في بلدنا. ما ترسلوش الرسائل والمباركات وكذا لان عارفين راح ندفعوها احنا من اموالنا ومن خزائننا ومن مصالحنا الاستراتيجيه. والرساله اللي قبلها والاهم هو عار عليكم يا دوله الحنوشه انكم ما زلتم تستعينوا بالخارج ضد شعبكم. هذا الشعب لن يتراجع ابدا الا والكرامه على كتفه الا وعزته فوق راسه سواء تستعينوا بروسيا ولا بامريكا ولا بالصين ولا بكل اوروبا ولا بكل العالم لن يوقف الشعب الجزائري باذن الله لن توقفه قوه بشريه ابدا باذن الله كانت فرنسا امبراطوريه وكانت تحتل الجزائر كانت الجزائر ما تكزيستيش وعندما اراد الاحرار ثبت الله تلك الاراده واخرج الجزائريون فرنسا وما ادراك ما فرنسا اللي كانوا يعبدوا فرنسا يومها كان بالنسبه لهم خروج فرنسا من الجزائر هو عباره عن شيء لا معقول هو ما بعد اللا معقول حتى خرجت فرنسا لكن للاسف عادت ما طولتش ودارت من النوافذ ودخلت من جديد والان مش فرنسا برك. هاي الصين، هاهم الروس، هاهم الامريكان، هاي الطليان، هاهم اسبانيول. غدا لنا لقاء ايها الاحرار. ستستمر هذه المعركه حتى الانتصار باذن الله. حياكم الله جميعا اخواني.